أذهب إلى كييف وضيف الكريم السيد فلوديمير. سيد فلوديمير، بلادكم ادعت سابقا أنها عثرت على أسلحة كورية شمالية استخدمتها روسيا في قصف أوكرانيا، لكن غالبية هذه الصواريخ كانت غير دقيقة، لم تصب أهدافها. ما الدليل على صدق هذه الرواية منكم، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نفيا من الجانب الآخر بالطبع؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. أولا، زيارة السيد بوتين لكوريا الشمالية أكيد هذا انفلال. لماذا؟ لأن لنتذكر بأن روسيا هي لديها الجيش رقم 2 على مستوى العالم، وقائد الجيش رقم 2 على مستوى العالم وصل في كوريا الشمالية وتطلب منها ذخائر والله ومعدات عسكرية، وطارت مثل دخان تباجح بوتين في تصريحات وتصريحاته بأن روسيا زادت صناعة ذخائر بعشرين مرة. علاوة أن لهذا الجدير بذكر بأن سيد بوتين وعد لسيد كيب زعيم كوريا الشمالية تكنولوجيات عسكرية وتكنولوجيات في فضاء، ولكن كوريا الشمالية معتمدة على نطاق واسع وبشكل كامل من الصين، وهذا أكيد ليس في صالح الصين، وخروج من منطقة نفوذ كوريا الشمالية كما قلت ليس في صالح الصين. وسوف نرى في أقرب الوقت علاقات صينية وروسية، ونحن لم نشاهد بأن الصين هي تراقب الوضع عن كثب حول زيارة بوتين في كوريا الشمالية. حول ذخائر كوريا الشمالية، جدير بذكر بأن جنود روس هم يخافون استخدام ذخائر روسية بسبب انفجار في بعض الأحيان داخل فوهة المدافع في أوكرانيا وخاصة في محافظة خرسون. ولكن على كل حال، أكيد حصول على كميات كبيرة من الذخائر من كوريا الشمالية أمر مقلق جدا لأوكرانيا. أكيد سيد بوتين هو يطلب مساعدة. سيد فلوديمير، أنت قلت أن الجيش الروسي هو الجيش الثاني على مستوى العالم، ورغم ذلك يطلب ذخائر من قبل كوريا الشمالية. على النقيض في الناحية الأخرى، كانت هناك أزمة أيضا، أزمة ذخائر في لدول حلف الناتو، يعني تابعناها جميعا في العام الماضي. نعم، أكيد نحن نشاهد استنزاف كل أطراف، استنزاف أوكرانيا وخاصة بأرواح، استنزاف غرب، استنزاف روسيا، ولكن جدير بذكر بأن استنزاف روسيا واستنزاف غرب أيضا في صالح الصين. لدى الصين موجات، ما زال توجد متطلبات على أراضي شرقية وأراضي شرقية شمالية روسية، يدور حديث مدينة فلاديفوستوك ومدينة خبارسك. الصينيين يقولون بأن روسيا كي معتاد سرقت هذه الأراضي منذ سنة، معذرة، منذ قرن ونصف تقريبا. على كل حال، أكيد سوف يكون تفاقم الصراع في أوكرانيا بسبب هذه المساعدة العسكرية من كوريا الشمالية، يعني هذه المشكلة بصفة عمل أوكرانيا.